حسين يا غريب شل العلم والحزن من شل والله علم والحزن من شال طلعت تعثر بالمجاتل وتدور على اخوها السحقة الخيل لا عادت ودم دموعها السيلة اخويا حسين والله تهدم الحيلة الحيلة وباكر يا اخويا اخويا دا قل لي شاسوي لها المدالي وانا ما اعرف لعدرك بالمعازيل يا اخوي انا لما وصلت لهنا اريد اقرا لكم ولو انا هذا قريتها ليله 11 في صحن الحسين واعتقد سمعتوها لكن هنا اجت ببالي زينب نذبت ام الزهراء تقول احنا يم حسين يم تعالي وشوف كربلاء سوت بحال وشوف اخوتي مشت الاقبال وسمعت وابنة امها الزهرة تقول احنا يمك يا يم ابو بعيد أنا مو بعيد مو بعيد أنا شفت حسين من قطع وريد تقول أنا يميك أنا يميك يا يما مو بعيد مو بعيد أنا شفت حسين ثلاثة أيام أنا ساكن البيت نوما أب ودور إصبعين والله نوما أب ودور شف عضيدة إذا أنا أدري بك بقيت هنا وحيدة أنا ولت عليكم شديد